كنت قبل ما نروح لآية قلت لك اصلاح ان انت او العلاج الكيماوي بيبقى الناس كلها بتخاف، ما بتخافش من مرض السرطان قد ما هي بتخاف فيما بعد المرض من الكيماوي اللي بياخدوه. انا شايفاكي بتواجهي المرض ما شاء الله عليكي، الكيماوي بيوقع الشعر له اثار كتير، قولي لي واجهتي ده ازاي ودور بناتك عملوا معاكي ايه؟ هو قبل دور بناتي كانت اختي وجوزها، ما اتفضلي معاكي، اختي وجوزها وقفوا معايا بصراحه، يعني وقفه قويه جدا. وبعد كده جه دور بناتي بقى، لان هم اصلا ما كانوش موجودين، يعني كانوا عايشين بره، بس لما عرفوا ان انا تعبانه رجعوا قعدوا معايا. طبعا زي اي حد في الاول كنت موضوع الكيماوي وانا ما كنتش شاغله نفسي بيه قوي، بس كنت فاكره اني يعني لما شعري بقى يقع والحاجات دي طبعا ان انا هبقى مكسوفه وهبقى مزيله وكده، بس لقيت الموضوع سهل وبسيط جدا. ما حسيتش ان انا بقيت يعني انسانه ناقصه او ان في حاجه قللت مني، يعني واجهت الحياه. بس اللي شجعني اكتر لما انضميت للجمعيه كان سيرفايف، بصراحة يعني دعموني، اتعرفت على ناس كويسة جدا، شجعوني في حاجات كتير جدا، منها مثلا ان انا بيدعموا كمان تهيألي الحالة النفسية اكتر. طبعا صح؟ طبعا الحالة النفسية فرقت تماما معايا بصراحة. يعني طب اصلاح الناس المحيطة بيكي، يعني انت النهاردة نازلة عندك مواير بتعملي حاجة في الشارع، اكيد بتتعرضي للناس، لما بتيجي ناس مثلا تبص لك او تبقى ماشية عادي فتتدور تبص لك، بتتعاملي معاهم ازاي وانت احساسك بيكون ايه بكل صراحة؟ عادي ببتسم، يعني ممكن في ناس احيانا بتقول كلمات يعني سخيفة، ممكن بتضايق. يعني ايه الكلمات السخيفة اللي ممكن يكونوا بيقولوها وفين حقهم اصلا عشان يقولوا كلمة سخيفة؟ اصل برضه هو بصي، يعني احنا لسه في المجتمع ده، يعني ممكن بره بتلاقي عادي الناس، ما يعني اللي عن المرضى الاورام في الدول الاجنبية بيمشوا عادي في الشارع والناس بتتقبلهم ما فيش مشكلة. هو هنا حاجة غريبة، يعني اني مثلا بلاقي مثلا انتقادات، طب هي ليه مش لابسة حاجة؟ انا جربت ان انا البس باروكة والبس طرحة وكده، بس حسيت يعني شكلي فيك قوي، يعني عارفه وانا مش وانا لابسه الباروكه ببقى حاسه ان انا مش عارفه اتحرك. انت كده جدعه، ان انا متضايقه. يعني اقول لك على حاجه، انت كده جدعه وانت كده بتحاربي المرض وبتسيطري على المرض. ليه؟ لان دايما في اي حاجه في حياتنا، مش لازم في المرض بس، لما تبقي بتواجهي العالم وبتواجهي نفسك بحقيقتك دي حاجه جميله. انا شخص متصالح، انا شخص مش قاعد بزيف الحقائق. ما انا ده اللي انا فكرت فيه، ان مش مهم الناس، المهم ابقى انا مرتاح وانا اقوى من اي حد بينتقدني بجد. عايزه بقى اتكلم على ركوب العجل، وانا يمكن قبل الهواء قلت لك انا عايزه اتعلم منك، ولكن يعني نقدر نقول ان ركوب العجل كان ليه دور كمان في ان هو يساعدك في انك تتغلبي على مرض السرطان. احكي لنا بقى الموضوع من الاول. انا اصلا بحب ركوب العجل جدا، بس طبعا ما كنتش بشارك في اي انشطه وكده. بس لما دخلت الجمعيه دي بيعملوا ايفنت كل يوم جمعه الصبح بدري، فبقيت اروح كل يوم جمعه واشارك مهما كان المشوار بعيد، يعني بروح برضو معاهم. فطبعا المشي والرياضه غيرت خالص من حياتي، لان يعني طبعا انا العلاج اللي باخده فيه كورتيزون فتخنت، فالموضوع ده كان مأثر نفسيا عليا يمكن اكتر من المرض نفسه بصراحه. يعني كان مزعلني جدا، بس فلما بدات اتحرك ويبقى في انشطه حسيت من نفسيتي بقت احسن، بقيت يعني احساس ان انا لسه عندي قدره وطاقه وان انا ممكن اعمل حاجه واطلع حاجه من جوايا، كانت حاجه جميله. يعني ربنا يكرمك ان شاء الله.